السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في اول حلقه من حلقات برنامج سبورتس مانيا. هنتكلم النهارده في برنامجنا عن حاجتين مهمين جدا. اول حاجه فائده الرياضه في حياتنا، وانك مش لازم تنزل جيم عشان توصل للشيب اللي انت عايزه او الجسم المثالي اللي انت عايزه، لا بالعكس انت ممكن تعمل كل ده وانت قاعد في البيت. ازاي؟ هو ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال البرنامج ده. تاني حاجه، انك مش لازم تنزل جيم وتدفع فلوس كتير جدا في الجيم وفي الاخر ما بتروحش الجيم. ناس كتير جدا بتاخد الموضوع ده وبتدفع فلوس وما بتنزل جيم، وانا واحد من الناس دي. طيب هنعمل ايه وايه الاجهزه اللي انت لازم تستخدمها لو فكرت تتمرن في البيت؟ الالات اللي ممكن تستخدمها، الادوات الصغيره، التمرينات ايه اللي هتفيد العضله اللي انت عايز تفوكس عليها شويه. وهنتكلم كمان في برنامجنا عن ايه هي الادوات اللي ممكن تستخدمها لو انت حبيت عجبتك الفكره اللي انت تتمرن في البيت، وفائده كل اداه بالنسبه لكل عضله في جسم الانسان، وكمان ايه الفوائد بتاعتها واسعارها وتقدر تجيبها منين والمركب بتاعتها، وكل حاجه متخصصه في مجال الرياضه. اخر حاجه هنتكلم فيها برنامجنا هي تحليل ماتش الكوره. احنا طبعا داخلين على بطوله كاس افريقيا اللي هتنظمها مصر ان شاء الله. طبعا كل التوفيق للمنتخب المصري. احنا هنشجع وهنحلل من خلال برنامجنا كل ماتش المنتخب المصري وكمان ماتش الدوري المصري العام. والنهارده كمان ان شاء الله هيكون اول مباراه تحليليه لينا هنا في سبورتس مانيا، مباراه الاهلي وبيراميدز. استنونا على طول بعد الماتش والاستوديو التحليلي لسبورتس مانيا، هنحلل فيه اداء النادي الاهلي ان شاء الله. بنتمنى له كل الفوز بالدوري العام، وهو طبعا الاهلاوي على فكره، وهتقولوا طالع بشيره الاهلي وبشجع النادي الاهلي. لو عجبتكم الفكره ومستنيين تعرفوا ايه الجديد وايه اللي احنا هنقدمه في برنامج سبورتس مانيا، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل وتعملوا لايك للفيديو عشان تتابعونا كل جديد. سلام عليكم.